داني محاولة المرور، مرور ممتاز، ميسي يمر، ميسي يتلقى التمريرة، فرصة، الله ميسي يفتتح التسجيل للبارسا، 1-0 1-0 ميسي أمام المرية وسجل هدفه رقم 11 أمام المرية في 9 مباريات له أمام المرية في بطولة الدوري الأسباني، يصل ويسجل هدفه رقم 223 في بطولة الدوري، في بطولة الدوري الأسباني ينافس النجم الكبير، ينافس الأسطورة الأرجنتيني الكبيرة جدا. لاحظ التمريرة ولاحظ حطها على يمين ستيبان، صعبة جدا على حارس المرمى، 1-0 للبرسا دائما عن طريق ميسي، ميسي يسجل موجود ينتظر ربما الإشارة لأن يدخل في المباراة، ربما نشاهد ميسي على ما يبدو ربما هو من يخرج، واضح أن الآن هذه اللقطة واضح يعني الإشارة ربما للمدرب لأن يخرج، ربما هناك مشكلة في الآن بالفعل يخرج إلى خارج أرضية الملعب السلامة للنجم الكبير، الآن يغادر ملعب المباراة مع دقيقة 28 يترك مكانه لتشافي. نشاهد ميسي على ما يبدو ربما هو من يخرج، واضح أن الآن هذه اللقطة واضح يعني الإشارة ربما للمدرب لأن يخرج، ربما هناك مشكلة ممتازة على الطرف الأيسر، فرصة أمام المرمى والهدف الثاني، الهدف الثاني للبرسا، الهدف الثاني، كرات متناقلة بشكل أكثر من رائع في اللقطة الماضية، وبالتالي البرسا يصل للمرمى، أدريانو حط الكرة وسجل الهدف الثاني بعد التمريرة، وأدريانو يتواجد في منطقة الـ18 ويسجل الهدف الثاني، لاحظ الكرة والتمريرات، ممتاز المرور من جانب تشافي ثم العرضية في المكان المناسب، والكرة على يسار حارس المرمى، المرة 2 البرسا، 2 لا شيء للمرية، البرسا يتقدم مع الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الثاني، وعن طريق البرازيلي أدريانو 2-0 الآن، مارتينو يطمئن وتحية من ميسي، ينافس النجم الكبير، ينافس الأسطورة الأرجنتيني الكبيرة جدا، لاحظ التمريرة ولاحظ حطها على يمين ستيبان، صعبة جدا على حارس المرمى، 1-0 للبرسا دائما عن طريق ميسي، ميسي يسجل ممتازة على الطرف الأيسر، فرصة أمام المرمى والهدف الثاني، الهدف الثاني للبرسا، الهدف الثاني، كرات متناقلة بشكل أكثر من رائع في اللقطة الماضية، وبالتالي البرسا يصل للمرمى، أدريانو حط الكرة وسجل الهدف الثاني بعد التمريرة، وأدريانو يتواجد في منطقة الـ18